لا يغادر بلا زرع مزيد من العقبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار جديد يخنق منظمة دولية تقر في نيويورك. تصوت الولايات المتحدة ضد ميزانية الأمم المتحدة، لا تتفق معها في ملفين كبيرين، الملف الإيراني والملف الإسرائيلي. من دون غطاء دولي تمضي الخطوة الأمريكية في آخر عهد ترامب، لكنها حتما ستسبب صعوبات. في ختام جلسة التصويت على ميزانية منظمة، أمريكا وإسرائيل الوحيدتان من يصوت ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021، في حين وافقت عليها 167 دولة. اعتراض أمريكا وفق السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت هو تمويل المنظمة لإحياء الذكرى 20 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية في جنوب إفريقيا الذي انعقد عام 2001. ففي ذلك المؤتمر كانت قد انسحبت أمريكا تضامنا مع إسرائيل واحتجاجا على ما اعتبرت أنه موقف يدين إسرائيل من جانب دول ذات غالبية مسلمة. السفيرة الأمريكية اشتكت من أن بلادها لم تلقى أي دعم من المنظمة الدولية في أيلول سبتمبر عندما قررت الولايات المتحدة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران على خلفية انتهاكات مزعومة من جانب طهران. أمريكا وعلى لسان سفيرتها تعهدت بألا تغير مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة بما في ذلك نسبة 25% من نفقات حفظ السلام ونحو 9 مليارات دولار سنويا لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.